نحن اليوم في المغرب بشراكة مع المعهد المغربي لتحليل السياسات من أجل عرض نتائج آخر استطلاعات البرومتر العربي اللي تم إجراءها في ديسمبر ويناير الماضيين. طبعا هذه فرصة مهمة بالنسبة للبرومتر العربي وللمعهد المغربي من أجل مشاركة أو تقاسم ما يراه الشارع المغربي تجاه القضايا المختلفة، سواء كانت قضايا سياسية اجتماعية أو اقتصادية. وهذه أيضا فرصة للمهتمين سواء كانوا من مؤسسات أو أفراد للاطلاع على آراء الشعب المغربي من أجل تحسين أو من أجل رسم سياسات ورؤى أفضل حول مستقبل الوضع هنا في المغرب. نلاحظ طبعا في هذا الاستطلاع الأخير بعض التغيرات في الآراء إذا الوضع السياسي والوضع الاقتصادي. نرى أيضا زيادة في معدلات الثقة في بعض المؤسسات، منها مثلا الأجهزة القضائية ومنظمات المجتمع المدني. نلاحظ أيضا في الاستطلاع الأخير يعني عودة الدعم الكبير الذي تميز به الشعب المغربي إزاء الديمقراطية وإزاء النظام الديمقراطي في البلاد.